رغم كل ما بذلته الحكومة اللبنانية في ملف التعليم للطلاب السوريين الذين لم يتناقص عددهم مع عودة بعض عوائل النازحين إلى سوريا، ما زال أغلب الأطفال السوريين خارج المدارس الحكومية نظراً لعدم قدرة الحكومة على استيعاب العدد الكامل الذي وصل إلى ما يقارب 500,000 طالب. الضغط موجود على مدارس الدولة ممثلة بوزارة التربية اللبنانية، وبالتالي نقوم في المجتمع المدني بافتتاح عدد مراكز تعليمية في طرابلس، لبنان، أبو سمرة، منطقة القطبي لاستيعاب الطلاب. آلية العمل من الناحية التربوية هي تعليم المنهاج اللبناني الصادر عن وزارة التربية اللبنانية، حرصا على حصول إفادات رسمية من وزارة التربية اللبنانية حتى يصل الطالب إلى امتحانات الشهادة الأساسية التاسع والبكالوريا القسم الثاني وانتسابه ودخوله إلى الجامعات اللبنانية. هذا الهدف الذي نطمح إليه بالنسبة لطلابنا بعد تراجع واضمحلال شهادة الائتلاف في السنوات السابقة من سنة 2016 وما دون. استوعبت المدارس الحكومية ما يقارب 200,000 منهم، مما اضطر السوريين إلى إطلاق مبادرات تعليمية في محاولة لاستيعاب عدد من هؤلاء الأطفال وتعليمهم كي لا يبقوا دون تعليم، حيث استوعبت هذه المبادرات من سورية ولبنانية ومدارس خاصة ما يقارب 100,000 طالب حسب إحصائية Human Rights Watch لعام 2017. المدارس الرسمية لم تستطع استيعاب كل الأعداد الموجودة في المدارس الرسمية نتيجة كذلك صعوبة النقل، نتيجة المناهج باللغة الفرنسية أدت لتسرب عدد كبير من الطلاب، ويعني لم يجدوا مدارس أخرى. لذلك نحن كنا كحل بديل في البداية للمدارس الرسمية، استطعنا استقطاب الطلاب المتسربين وافتتاح المدارس لهم منذ عام 2013، والحمد لله الآن المدارس يعني بعد 7 سنوات يعني وصلنا فيها لفكرة الطالب في كفة تعليمه الأكاديمي. الهيئة التربوية التعليمية في لبنان ومدارس طيور الأمل من ضمن هذه المبادرات التي تبنت تعليم ما يقارب 4,500 طفل سوري شمال لبنان، لتكون مبادراتهم هذه سنداً للمدارس الحكومية والخاصة، حيث يعلمون الطلبة المنهاج باللغة الإنجليزية نظراً لصعوبته باللغة الفرنسية التي تعتمد في بعض المدارس الرسمية. ما حبيت سجله بالمدارس اللبنانية لأنه اللغة هني يعتمدوا على الفرنسي بعيدا عن الإنجليزي، وفي قصص تانية يعني ما في داعي الواحد يحكي فيها. بشكل عام أنا مرتاح لتدريس ابني بهدول المدارس اللي هني عم بيقوموا بعملهم على أكمل وجه، وحسيت أنه ابني عم يتطور من سنة لسنة. المبادرات التعليمية رغم قلة مواردها ودعمها دولياً ومدنياً من الجهات التي تعنى بملف التعليم، استطاعت تخريج دفعات من طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بمعدلات جيدة، حيث بات بإمكان هؤلاء الطلبة متابعة تحصيلهم الجامعي في لبنان أو في أي بلد يذهبون إليه.